روى عن علي رضي الله عنه فيما ذكر أصحاب التراجم والسير أنه قام ليلة رضي الله عنه يتململ تململ السليم. السليم هو اللديغ الذي لدغته الحية، ويبكي بكاء الحزين، ويقول وهو قابض على لحيته قائم بين يدي ربه: يا دنيا هري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. يا هذه، فعمرك قصير وخطرك حقير، آهٍ لقلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر.